مساء الخير. قصص تفاؤل وطموح وإصرار في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ودعوة في معان للانتباه إلى الاقتصاد الأخضر، مسار شبابي مناهض للعنف الأسري في الزرقاء، منتدى ملك الثقافي واتحاد المؤرخين يستذكرون معركة اليرموك، الإهلالات يسعى لتأسيس ناد للخيول في لواء البتراء، وكيف نحضر وجبة الصيادية؟ هذه قصص أخبار الدار لهذا الأسبوع، فأهلاً بكم. في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لن نذهب لسرد أرقام وتحديات ومشكلات بنى تحتية وقانونية. اخترنا أن نعرض جانب التفاؤل والطموح والإصرار لقصص وكلمات وتجارب إنسانية لأصحاب همم عالية وإنجازات عظيمة. طبعا أصبت بالإعاقة البصرية منذ ولادتي، نجحت بالثانوية العامة وحصلت على معدل 88، كنت الأولى على مدرستي، مدرسة نصيبة المازينية، ومن ثم بعد ذلك انتقلت إلى جامعة الحسين بن طلال لإكمال دراستي. درست تخصص العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، وتخرجت بثلاث سنوات. من لما دخلت الجامعة لغاية ما تخرجت كان تقدير امتياز، وبفضل من رب العالمين ثم باجتهاد والدي ووالدتي وكل حدا ساعدني كنت الأولى على دفعتي. عدا عن ذلك ألقيت كلمة الخريجين بحفل التخرج اللي صار بجامعة الحسين بن طلال. ما كان اختياري لإلقاء كلمة الخريجين مبني على أساس أني أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، بل أنه خضعت لاختبار من قبل اللجنة اللي تم تشكيلها، ونجحت في الاختبار وتأهلت لإلقاء كلمة الخريجين. طبعاً حياتي الجامعية ما كانت تقتصر فقط على الدراسة أو على المجال الأكاديمي، بل كنت متطوعة بالعديد من المجالات، ومن هاي الأشياء تدربت بإذاعة صوت الجنوب، والآن أصبحت مقدمة لبرنامج اسمه من القلب مع مرام، برنامج يعنى بقضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة. وطبعاً هذا البرنامج بتجنب القالب المعتاد في طرح هاي القضايا. لقاء الأمل والعزيمة والإصرار يتجدد معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج من القلب مع مرام عبر أثير إذاعة صوت الجنوب من جامعة الحسين بن طلال. طبعا في صعوبات واجهتني كأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، وخصوصا لما انتقلت إلى الجامعة، النقلة نوعية ما بين المدرسة والجامعة. المدرسة كنا نستخدم كتب بطريقة بريل، بالجامعة الآن أنت كطالب بدك تدرس عن طريق الكتب بطريقة الوورد أو التي اكس تي أو حتى الريكورد. كل هاي الأشياء كانت بالنسبة لي صعوبات، والحمد لله عم نواجهها. الآن مرام انتقلت إلى دراسة الماجستير بتخصص الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، وهو من التخصصات الفريدة من نوعها بالجامعات الأردنية، وتم اعتباري أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أو أول شخص من ذوي الإعاقة بدرس هذا التخصص. بطمح بأن الأشخاص من ذوي الإعاقة يتعاملوا من قبل أفراد المجتمع على أنهم زيهم زي غيرهم من الأشخاص، وأيضا بطمح بأنه بعد ما أنهي الدراسات العليا إن شاء الله أكون إنسانة تركت بصمة وأثر بالمجتمع، وأكون إنسانة صاحبة رسالة قوية ورسالة نبيلة. رسالتي للأشخاص من ذوي الإعاقة أولا بأنه لو مهما واجهتوا صعوبات اجتازوها وتخطوها بإرادتكم، بعزيمتكم، بهمتكم، بطاقتكم الإيجابية، أنتم قادرين على أنكم توصلوا وتحققوا أهدافكم وطموحاتكم وأحلامكم في مجتمعنا. وأيضا رسالتي لأهل الأشخاص من ذوي الإعاقة، ما تميزوا الشخص من ذوي الإعاقة عن غيره من إخوانه في البيت، امنحوا حقوقه حتى يقوم بواجباته. رسالتي للمجتمع أنه يعاملنا زينا زي غيرنا من الأشخاص. التغيير وإشراك المجتمع فيه أمر محمود ومستمر في محافظة معان على كافة المجالات، لذا مؤخراً عقد لقاء حواري في مركز الحسين الثقافي للحديث عن أثر التغير المناخي وأهمية الانتباه إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة كذلك، تمهيداً لعقد مؤتمر متخصص في شؤون البيئة والتغير المناخي.
تم عقد اليوم جلسة حوارية بمحافظة معان من خلال جمعية النساء التغيير الخيري، وهي جمعية حديثة النشأة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية. تم التحدث عن أجدلية أو المبادرة الأردنية لمترابط المناخ اللاجئين الذي أطلق أو تحدث بها جلالة سيدنا في قمة كوب 27. تم تناول المحاور وأيضا تفسير ذلك الخطاب أو تلك المبادرة وإسقاطها أو توظيفها على السياق البيئي والمناخي أيضا والاقتصادي والاجتماعي في محافظة معان. تم خروج بتوصيات إن شاء الله بتوقع بإقامة مؤتمر مناخي في محافظة معان بالتشاركي والتشاور أيضا مع الجهات المختصة ذات علاقة ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة معان. يأتي هذا اللقاء في سياق نشر الوعي البيئي لدى الفئات المجتمعية المتنوعة بالتغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على الدول الفقيرة والدول النامية، وضرورة التزام الدول الصناعية بتقديم التمويل لتلك الدول لدعم صمودها وتكيفها مع كافة التغيرات المناخية. أيضا سلط هذا اللقاء الضوء على خطاب جلالة الملك في قمة شرم الشيخ، والذي ربط فيه بين المسألة المناخية وقضية اللاجئين في الأردن، حيث أن اللاجئين في الأردن شكلوا ضغطا كبيرا على الواقع المائي والواقع الخدمي والواقع الاقتصادي، ما ضاعف تأثيرات المناخ والبيئة على المستوى الوطني بشكل أكبر. هناك توجه ملكي نحو التشاركية الإقليمية في سياق الوصول إلى الفرص والمبادرات الوطنية في السياق البيئي لتمكين هذه المناطق وهذه الدول من التكيف مع هذه التغيرات والوصول نحو الاقتصاد الأخضر. شاركنا اليوم في الحوارية اللي أقيمت بحضور عدد من المختصين في مجالات تعنى في البيئة وفعاليات المجتمع المحلي للمشاركة في وضع تصورات، هاي التصورات ممكن نبني عليها لواقع فرض علينا في التغير المناخي اللي دعاني منه العالم بشكل عام، وإحنا مطلوب منا أن نلتقط رسائل من مبادرات جلالة الملك حفظه الله، وخاصة ما طرح في مؤتمر شرم الشيخ مؤتمر العالم للتغير المناخي. وهذه اللقاءات في عملنا يعني عصف ذهني حول وضع تصورات ومخرجات نلتقي عليها، يعني سلسلة من بداية العمل اللي أعديناه أنه تكون هذه اللقاءات دورية لوضع تصورات بداية في الواقع المنطقي اللي بيتعلق في محافظة معان. بعد الفاصل نتابع مسار شبابي مناهض للعنف الأسري في الزرقاء، ومنتدى ملك الثقافي واتحاد المؤرخين يستذكرون معركة اليرموك. أرحب بكم من جديد. أطلقت النواة الشبابية بالشراكة مع الجهات التطوعية في محافظة الزرقاء المسار الشبابي المناهض للعنف الأسري ضمن فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة، وامتد المسير لمسافة 3 كيلومترات وبدأ من شارع الكرامة، كما تضمن المسير 3 وقفات للتوعية حول العنف الأسري. تعرف زي ما بتعرفوا جميعا انه احنا عندنا حمله ال 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه، وهي واحده من الانشطه، ومن خلال اللجنه الوطنيه لشؤون المراه قمنا بالعديد من المبادرات، وهي واحده من المبادرات. هاي المبادره كانت بعنوان مسير شبابي داخل مدينه الزرقاء. هذا المسير الشبابي الهدف منه احنا نسلط الضوء على قضايا العنف الاسري ومجابهه العنف الاسري، فاحنا اليوم طلعنا بالمبادره هاي لنوصل رساله لكل الزرقاء من خلال مبادره نواة الخير ولكل الاردن انه احنا نجابه العنف الاسري من خلال مسير شبابي امتد من دوار الجي كي لمقهى البلود. فهذا المسير الشبابي صراحه شارك فيه العديد من الجمعيات والعديد من المبادرات والعديد من شباب الزرقاء، الله يعطيهم العافيه جميعا،
والحمد لله رب العالمين وصلنا رسالتنا. اليوم كانت مشاركة لفريقنا فريق عربكم بتنظيم الحملة والمبادرة الشبابية بالتعاون مع الجهات التطوعية الموجودة في الزرقاء، كانت عبارة عن تسليط الضوء لقضية العنف الأسري، كانت عبارة عن مسير قدمنا من خلاله تعريف بالعنف الأسري، أسبابه والأثار الناتجة عن ذلك بمشاركة الشباب والسيدات في المجتمع المحلي. وقفنا في عدة نقاط للتعريف بالعنف الأسري. إحنا عم نقدم رسالة مجتمعية لقضية مجتمعية مهمة، ورح نستمر بالمبادرات الشبابية لمثل هاي القضايا المهمة لخدمة المجتمع. اليوم شاركت في مسير على الأقدام، تحدثنا فيه وسلطنا فيه الضوء على قضية العنف الأسري وأهميتها في المجتمع، أهمية أنه كل شخص في المجتمع يعرفها، وبنصح الجميع أنه يشارك بهيك مبادرات لحتى ننشر وعي أكبر عن هاي القضية ونسلط الضوء عليها. واستفدت كتير من المبادرة هاي، صار عندي فكر ووعي وخلفية عن الموضوع أكتر. منتدى ملك الثقافي واتحاد المؤرخين في التراث والقبائل نظموا اجتماعا على مقربة من وادي اليرموك على بعد 8 أميال من ميدان المعركة الأهم ربما في التاريخ الإسلامي، معركة اليرموك واستذكارها فيما يلي. اليوم ذكرى معركة اليرموك، وبالتالي اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأيضا الجامعة الهاشمية وعدد من المؤسسات نلتقي سنويا في هذا المكان ونزور موقع المعركة ونقدم الشرح اللازم للمشاركين فيه، وبالتالي يكون هنالك أيضا ندوة علمية. هذه الندوة تركز على الدروس والعبر المستفادة من المعركة والدراسات الميدانية المسحية التي تقوم بها الجامعة في منطقة سحم وفي منطقة ملكة وفي منطقة الأودية لكتابة التاريخ وعمل دليل سياحي، وأيضا التركيز على إبراز المواقع الأثرية والتراثية حتى يكون هنالك في المستقبل تشجيع للسياحة الداخلية في هذه المنطقة المحتاجة أصلا لتوفير فرص العمل. هذا المكان له تأثير على السكان المحليين بحيث نقدم في كل مرة جرعة من المعلومات الجديدة والتي يستخدمونها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المضافات وفي الكتب والكتيبات وفي المدارس، ونحن نلاحظ هنا أن عدد من طلبة المدارس قد شاركوا اليوم وبعض المعلمين، وفي ذلك ظواهر إيجابية لتشاركيات المجتمع المحلي والتفاعليات مع الأحداث الثقافية التي نقيمها هنا وهناك، ليس فقط في سحم وفي ملكة وفي مناطق الشمال، بل نذهب إلى الجنوب ونذهب إلى الشرق وإلى الغرب والقرى النائية حتى نفيد منها سكان المجتمعات المحلية. احنا في منتدى ملك الثقافي نحرص دائما وابدا على استقطاب القامات العلميه والثقافيه حتى انه نبث المعرفه للمجتمع المحلي هون، ونعرف الناس ببعض المصطلحات اللي مغلوطه اللي كانت موجوده سابقا. وانت لاحظت اليوم من خلال اللقاء مع الدكتور البروفيسور محمد وهيب كيف انه صلح لنا بعض الاخطاء الموجوده وبعض الاسماء الموجوده في ضمن المنطقه اللي احنا عايشين فيها. فالمجتمع المحلي ان شاء الله احنا رايحين نتعاون معهم ويتعاونوا معنا في سبيل نشر الوعي الثقافي في المجتمع. الهلالات يسعى لتأسيس ناد للخيول في لواء البتراء، وكيف نحضر وجبة الصيادية؟ هذه القصص نعرضها بعد قليل، فابقوا معنا. أهلا بكم. واحد من أهم فرسان البتراء عمل على رعاية الخيول وشارك في مسابقات عديدة وحصل من خلالها على جوائز الدروع والتي دفعته للتفكير بتأسيس ناد للخيول في لواء البتراء. قصة عماد الهلالات في هذا التقرير. يعني أنا انولدت في بين أهلي كلهم محبين للخيل، أهلي وإخوالي عمامي، يعني احنا في منطقة كلهم محبين للخيل، بس يعني كانوا أهلي كثير مهتمين في الخيل وبيحبوهن. شوي شوي بس كبرت تعلمت كيف أركب وأعتمد على نفسي شوي شوي، وبعدين صرت اشتريت حصان إلي أنا شخصيا، ومن هاي المدخل توسعت صرت أشارك بسباقات الخيل وأشارك بالماراثون وأحب الخيل أكثر وأكثر،
وبعدين دخلت على العالم البيطرة لأنه أنا كنت يعني حاب أعالج الخيل كمان مع حبي إلهن أعالجهن أهتم فيهن في صحتهن. اشتريت خيل كثير ضعيفة واهتميت فيها ونصحتها وخليتها ترجع لصحتها الممتازة. كل حصان له عندي سيناريو وعنده قصة وقصة نجاح، في منهم أغلبهم يعني كان مسبقات السرعة، وأشهرهم كان غربال. حصان غربال هو آخر حصان كان يشارك بسباقات السرعة وكان بطل الديربي بالأردن 2019، وعندي كان ديناري وحلم الملوك مالبورو، خيول كثير ونسيت أساميهن. وفي بالقدرة والتحمل كمان حباب الجبل، وفي خيل كانت تشارك بسباقات القدرة كمان نسيت أساميها، لكن موجودة حاليا خيل كمان إن شاء الله راح يكون إلهن أسامي بالمستقبل بعالم السباقات السرعة وكمان سباقات القدرة والتحمل. عندنا تحديات بتربية الخيل، إنه في ناس بيحب يربي الخيل بس عشان يشتغل فيها وبالسياحة وتجيب قوت يومه، بس في ناس بتربي الخيل عشان تشارك بسباقات السرعة وسباقات القدرة وعندها احتياجات كثيرة للأسف إحنا بنفقدها في منطقتنا في وادي موسى كمان، اللي هي ميدان فروسية أقل إشي يعني أقل حقوق أصحاب الخيل إنهم يشاركوا بالسباقات إن يكون عندهم نادي فروسية عندهم ميدان فروسية، للأسف هذا مش موجود وطالبنا فيه عدة مرات من 2012 وإحنا بنطالب فيه، وقبل 2012 كنا نطالب بالميدان وما زال لحد الآن يعني منلاقي وعود ومنلاقي مهرجانات يعني، بس مش الإشي اللي إحنا نطمح له إنه يكون يحتوي هاي الرياضة ويحتوي الخيل ويحتوي مشاركات الخيل ويحفز أصحاب الخيل والشباب اللي حابين يدخلوا بهذا المجال. للأسف عندنا احتياجات كثيرة بعالم الخيل. إحنا في حال إذا توفرت لنا فرصة أو نادي فروسية حابين إنه الجيل المستقبل الأطفال إنهم يدخلوا بعالم الخيل يتعلموا ركوب الخيل. الخيل بتخلق عند البني آدم الثقة بالنفس، روح القيادة، الشجاعة، يعني هاي الصبر. الخيل يعني بتحفز كل بني آدم إنه كيف يواجه الحياة. أنا بتمنى إنه يحتوي كل الطاقات الشبابية سواء شباب بنات إنه يدخلوا بنادي فروسية مكتمل، كل شخص يقدر يفرغ الطاقات اللي عنده بركوب الخيل وخاصة إنه كمان الخيل بتعالج العلاج طبيعي لعدة أمراض اللي هي أمراض النفسية والأمراض الجسدية والإعاقات والذوي الاحتياجات الخاصة كمان بيحتاجوا إنه يركبوا خيل بحيث إنه علاج طبيعي لهم. شكلت وجبة الصيادية في التاريخ العقبوي إحدى أهم الوجبات في التراث الشعبي لارتباطها بالبحر ومهنة الصيد التي اعتمد عليها أهل العقبة كمصدر للرزق، وهي واحدة من الوجبات العقبوية المشهورة التي تتميز بها المدينة عن غيرها من مدن المملكة، ومن النادر أن يخلو بيت أي عقبوي منها. اليوم بدنا نحكي لكم عن الطبخة الأكل المشهورة بالعقبة اللي هي الصيادية العقبوية. طبعاً الصيادية العقبوية المكون الرئيسي لها والأساسي السمك. إحنا كنا منطقة ساحلية بالأردن العقبة متواجد فيها أنواع عديدة من الأسماك، في بعض الأسماك مثل الهامور، اللوت، الدينيس، الفرس، الحمرة. طبعاً الصيادية العقبوية أذواق كل شخص إيش بيحب يستخدم إلها. أنا اليوم رح أعمل لكم صيادية عقبوية بالهامور. الصيادية الأساسي إلها بالبداية بيكون شرحات من البصل، بنضيف إلها بهارات صحيحة وبنضيف لإلها الكمون، فلفل أسود، بهارات السمك، اللومي، بنحرك هاي مع بعضها هي والبصل والزيت لحد ما يصير لون البصل بني. بعد هيك بنكون بجنب سلقين روس السمك بسلقهم بالمي، بعدين بصفيهم وبستخرج اللحم الموجود فيها، بخلطها مع البصل والبهارات اللي طبختها على النار، بخلطهم بالمولونكس مع بعض. بعد ما نخلط المكونات بالخلاط بتم إضافتها للرز المغسول والمنقوع مسبقا، وبنضيف إلها زيت نباتي، بعدين بنتركهم يغلوا. بس يغلوا بنوطي الغاز وبنغطي الطنجرة على جنب، بنبلش بعملية طبخ السمك. هلأ السمك في أشخاص بيحبوا يتم سلقه ووضعه مع الرز، في ناس قالي أنا من الأشخاص اللي بفضل إني أقلي له السمك. بنقلي السمك وبس يتم يستوي الرز بنحط الرز بالصدر
وبنضيف عليه السمك والزينة المتوفرة والموجودة عندنا بالبيت بنضيفها. طبعاً بنجهز جنبيها سلطات، صوصات، دقة الليمون والحائل، الليمون والفلفل والثوم، تعطي نكهة كتير طيبة للسمك وصحتين ألف عافية. في ختام حلقتنا نأمل دوما أن نقدم كل ما هو ممتع ومفيد. نشكر لكم حسن المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.